احمد الله واشكره عدي هم البرد عن عطايا هنجز الدقها معدلها بشروني يوم ذاب الوظيفة والسعد فرحتي هاليوم لا بعدها ورق الله جتني الوظيفة والحلم تحقق بعد والسعادة اليوم حلت علينا وبلها بعد صبر وجهد وتعب واصرار الوجد نلتها اليوم الوظيفة وقفته معي وقربه ولا في مثلها وامي وام عبد الله بعيني ما مثلها احد وقفتها تغنيني على الخلايق كلها وافتخر باخواني واخواني اللي درعوا سند الرجال اللي في نومس بطيبة حالها العبيد عبد الله واحد ويسوى له بلد محتمي الوقفة والكايدة يحلها والمراجل كلها سعد شهمي وفي الارتكانات ثقيلة شالها يا خواتي يا غلا الروح يا كل السعد يا بنات العز والطيب كل فانها والختام احفظكم الخالق الفرد الصمد من شدادتكم عقبى الحروف اجزالها احمد الله واشكره عدي هم البرد عن عطايا هالجزل تيكها معدلها بشروني اليوم ذاب الوظيفة والسعد فرحتي هاليوم لا بعدها ولا قبلها جتني الوظيفة والحلم تحقق بعد والسعادة اليوم حلت علينا وبلها بعد صبر وجهد وتعب واصرار وجد نلتها اليوم الوظيفة وانا اهل لها فيها نشذة افقار واتباها بعد الرويلية ترى ما فخرى لاهلها خويا الشيخ ابو عبد الله حزام ومشد وقفته معي وقربه ولا في مثلها وامي وام عبد الله بعيني ما مثلها احد وقفتها تغنيني عن الخلايق كلها وافتخر باخواني واخواني اللي درعوا سند الرجال اللي في نومس بطيبة حالها العبيد عبد الله واحد ويسوى له بلد محتمي الوقفة والكايدة يحلها والمراجل كلها حازها قال سعد شهمي وفي الارتكانات ثقيلة شالها يا خواتي يا غلا الروح يا كل السعد يا بنات العز والطيب كل فانها والختام احفظكم الخالق الفرد الصمد من شدادتكم عقبى الحروف اجزالها.